بالنسبة لمنظمة ريفيسي جيبول، هي منظمة أنا بتشكركم كتير. أول شيء لأن بركنا شهر بالفندق بسبب إنه جانا طفل، هذا الشيء كتير ساعدنا بصراحة، لأن ما كنا بنحسن نبرك هون في المخيم لسبب كتير شغلات، أولا البرد وعدم التدفئة ويعني هالشغلات هي. بنتشكركم إنكم ساعدتونا على إنجاز كتير كتير من الأمور، وشكرا كتير. وبيحتاج لكتير شغلات حاليا، بس للأسف يعني في هيك وضع نحن غير قادرين على تلبيته وإنجازه، بس في الأيام إنه بس نطلع ونستقر في محل هذاك الوقت نحن راح نحاول قدر الإمكان إنه نبني كل شيء حلو لمستقبلنا، سواء دراستنا أو حياتنا أو هذا. وبعدين عنا هذا الطفل يعني من أولويات حياتنا، نربيه تربية حلوة، نطالع مؤدب خلوه. أنا بالنسبة لي ولزوجتي يعني بعد ما هربنا من الحرب ومن الموت ومن الرعب، حاطين في بالنا إنه نكفي دراستنا، لأن أنا وزوجتي واصلين لنفس المرحلة الدراسية. حاطين في بالنا إنه نكمل دراستنا، هاي أول هدف. ثاني شيء إنه نربي الطفل، ثالث شيء إنه يعني نشوف جزء من حياتنا اللي كان لازم نشوفها بسوريا.